انا لو عليا عايز رمضان يبقى 365 يوم في السنه، بس هنعمل ايه؟ هو لازم يطلع بالكتير 30 يوم، مفيش اشهر عربيه اكتر من ال 30، لكن نحن نتمنى ذلك. البحوث الفلكيه حسمت الجدل وقالت ان اكتمال القمر هيبقى باذن الله يوم 16 رمضان. 16 رمضان يعني ايه؟ واحنا النهارده 16 رمضان ولا النهارده 17 رمضان يا جماعه؟ النهارده 17 يعني الاكتمال كان امبارح صح؟ طب ده احنا كده يبقى رمضان هيطلع 30 ولا 29؟ عايزين نحسب الحسبه دي بقى. 29 الاكتمال في 16، كده يبقى 29. صعبه دي برضه يا اخي. انا نفسي طب نكمل ال 30 بشكل او باخر، والله بجد مش هزار. يعني لما كنت بقول لكم امبارح انتوا شفتوا المطريه كانت عامله ازاي؟ انا بقى لما رجعت البيت قعدت ادور بقى على فيديوهات المطريه، وقعدت ادور على فيديوهات السنه اللي فاتت. دول 8 سنين يا جماعه، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، شغالين كل سنه يوم 15 يعملوا الجو الجميل ده. احنا معانا على التليفون دكتور جاد القاضي. الو دكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكيه والجيوفيزيقيه. اهلا بك يا دكتور، كل سنه وحضرتك طيب. حضرتك يا فندم ورمضان كريم على حضرتك وكل مصر. الله اكرم علينا جميعا يا رب. دكتور جاد، مساله اكتمال القمر يوم 16 رمضان، هل هذا يعني ان احنا صمنا يوم بدري؟ لا طبعا يا فندم، ما حدش قال الكلام ده. تمام اوكي ماشي حلو. لا ولو صمنا يوم بدري حلو برضه. هقول لحضرتك طبقا لحسابات المعهد الفلكيه، رمضان في ميعاده طبيعي، ما فيش اي مشاكل لا بدري ولا متاخر. وطبقا للرؤيه الشرعيه اللي اجرتها دار الافتاء المصريه طبعا بالتعاون مع المعهد والجهات المختلفه طبعا، الرؤيه الشرعيه ثبتت وبدا رمضان يوم 2 ابريل في ميعاده الطبيعي. حلو قوي ماشي. فيجي هنا بقى السؤال، احنا بالحسبه دي اللي هي اكتمال القمر يوم او اكتمال البدر يوم 16، ده معناه انه رمضان يكمل 29 ولا يكمل 30؟ الناس اللي خدوا صور بالموبايل كده غير متخصصة ونشروها على وسائل التواصل، هو انت صورت البدر بتاع يوم محدد، هل تابعته في اليومين اللي قبليه واللي بعديه؟ لا طبعا، ما هم غير متخصصين. بالظبط كده، فلكيا يا فندم الثلاث ايام القمرية اللي هم في نص الشهر فندم بالعين المجردة يقدر يحكم على ان اذا كان ده بدر كامل ولا مش كامل. الطريقه الوحيده اللي بنشوفها ان احنا بنرصد الكلام ده بالتلسكوبات الفلكيه. تمام كويس. فهو السؤال، هو صور بموبايله او بكاميرته يوم واحد وطلع قال ده البدر كامل، طب انت صورته اليومين اللي قبليها ولا اللي بعديها؟ ما صورش، قارن علشان تشوف هل ده فعلا كان بدر 15 ولا 16 ولا 14. تمام، لان زي ما بقول لسيادتك الحسابات مع كده مواعيدنا، الرؤية الشرعية ثبتت في موقعين من مواقع اللجان وثبت، إذا مفيش خلاف. الشخص اللي بيقول إحنا صمنا يوم بدري أو اللي صمنا متأخر، بدري عن مين ولا متأخر عن مين؟ بالظبط. كان ممكن يتكلم لو كانت الرؤية الشرعية اختلفت عن الدليل الفلكي، يبقى هنا نقول مين فيهم اللي صح، ده إحنا صمنا بدري مع دول ولا دول. لكن ده الاثنين متفقين، طب ايه الخلاف؟ وليه اعمل قلق وزعزعه وبلبله للناس في حاجه ملهاش اي لازمه؟ والله ما عارف، غير متخصصه. ناقصين فتي احنا، الناس بقى بتفتي في كل حاجه، بتفتي في العلم وبتفتي في الدين وبتفتي في الكوره، كله بيفتي. حاجه بقت صعبه جدا. على كل احنا عايزين نشكرك جدا يا دكتور جاد على ايضاح هذه الصوره علميا. يعني في النهاية خالص احنا بنكلم دكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أفتى بما لديه من علم. احنا في النهاية خالص برضو يعني هيبان برضو مع دار الإفتاء بإذن الله سبحانه وتعالى. رمضان مستمر معانا بإذن الله، كام يوم فاضل لنا؟ 29 ولا لحد 30؟ يا رب يطلعوا 30 بإذن الله. كل الشكر ليك يا دكتور جاد، ألف 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 شكر.